بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ننفذ نفس اللي احنا عملناه في الدرس اللي فات على موقع كود بن، هننفذه اوفلاين عندنا، لان طبعا موقع كود بن للتجربة لكن ما ينفعش ابني عليه بروجكت كبير. ده بس بيفهمني الامور ماشية ازاي. لو انت ما فهمتش الامور ماشية ازاي ما تقلقش، هتفهم في الدروس اللي جاية. طيب، اول حاجة هنعملها لازم نعمل انستول لبيئة العمل بتاعتنا. بيئة العمل بتاعتنا احنا بنحتاج حاجتين رئيسيتين، اولا النود جي اس، ثانيا الفي اس كود. طيب، اولا النود جي اس، النود جي اس اللي هو جافا سكريبت ران تايم بيلد ان كروم في 8، يعني اصدار 8، هي عبارة عن جافا سكريبت ران تايم. يعني ايه الكلام ده كله؟ النود جي اس حاجة بتخلي كود الجافا سكريبت بتاعي يتقري او يحصل له عملية كومبايل عشان يوصل للبراوزر بالطريقة الصحيحة والطريقة السليمة. تمام، فده بنزل ده كارنت، او طبعا الاصدارات كل يوم بتتغير، فانت ممكن تخش عندك تلاقي اصدارات غير دي، نصب الاصدار اللي هو مكتوب عليه ريكومندد اللي على الشمال. طبعا طريقه تنصيبه سهله جدا، بتنزل ملف ونكست نكست، ما فيهوش اي صعوبه ولا اي حاجه. طبعا بينزل لك ملف شبه ده كده، ما فيهوش اي مشاكل. طيب، بعد كده الفي اس كود اللي هو الاديتور بتاعنا او المحرر الاكواد بتاعنا، بتخش على في اس كود دوت كوم، وهنا بتنزل سواء انت ويندوز او ماك او لينكس نفس الكلام، بتختار داونلود هنا، وهنا برضو داونلود نفس الكلام، وتسطيبه او تنصيبه سهل جدا برضو. طيب، احنا ليه ممكن لو انت بتشتغل على اي اديتور تاني مفيش مشكلة، احنا بنشتغل على فيجوال كود لانه مجاني من انتاج شركة مايكروسوفت، الدعم اللي عليه كويس جدا، عليه شوية اكستنشن او اضافات بتسهل لي الشغل بتاعي والطريقة بتاعتي. ولكن انت لو حابب تشتغل على اي محرر اكواد تاني مفيش اي مشكلة. تمام، فبعد ما بتنصب الفيجوال كود وبتنصب النود جي اس، هتفتح الفيجوال كود طبعا بيكون فاضي زي كده. هنا الايقونه دي بيكون فيها ملفات المشروع بتاعي. هنا الايقونه دي بقدر اعمل من خلالها سيرش. هنا الايقونه دي بقدر من خلالها اربط البروجكت بتاعي بالجيت هاب، واقدر ارفع المشاريع بتاعتي على الجيت او اي حاجه تانية. وهنا اقدر اعمل ديباجنج، طبعا الكلام ده كله هنشوفه قدام. هنا بقى في حاجه مهمه جدا، اكستنشن او الاضافات، في شوية إضافات بتستخدمها بتسهل لك طريقة كتابة الكود. طبعا الإضافات دي بيبقى مبرمجين عاملينها ورافعينها على الستور بتاع الفيجوال كود وانت بتستخدمها، زي مثلا وليكن اوتو كلوز تاج، دي اكستنشن جميلة جدا بتدوس عليها وتختار انستول. لو مش لاقيها بتبحث عنها هنا. دي بكل الحكاية ان انت لما تفتح تاج معين، هنا بيجيب لك هي بتعمل ايه بالظبط زي كده، ما بتفتح تاج هي بتقفله لك. تمام، بدل ما انت تقعد تقفله والكلام ده كله. هنا اوتو كومبليت برضو بتعمل لك تكمله تلقائيه، في اوتو امبورت، وهنا في برضو اوتو امبورت نفس الكلام، واوتو رينيم دي بتخليك لو انت غيرت في اسم تاج يتغير في التاج اللي تحته، بدل ما يعني غيرت هنا الاي دي اتغيرت هنا بدل ما تروح تكتبها. طبعا عندنا في بابل اي اس 6 واي اس 7، عندنا في براكت كولر دي انا اتكلمت عنها اللي هي بتلون لك الاكواس دي، يعني عشان تخليك تشوف الالوان عامله ازاي. في تاني، في طبعا ايمت، وفي اس اي اس 7 دي مهمه جدا جدا جدا، هسطبها او نصبها. اي اس 7 رياكت ريدكس دي مهمه جدا، هتعرف قيمتها واحنا شغالين ولكن نصبها من دلوقتي. طبعا ايمت وايمت لايف دي يعني برضو ليها علاقه بالتكمله والكلام ده كله. تمام، انا بحاول اجيب لك اهم الاكستنشن اللي انا شغال بيها. طبعا عندنا في ايكون او ايكون فونت، تمام، مكتبه اللي هي بتاعت الفونت الايقونات وكده، طبعا برضو دي هنشوفها ولكن قدام. في حاجه تانية طبعا لايف سيرفر ولورم ابسون. لورم ابسون دي لو انت عاوز اي محتوى كتابي، بتكتب لورم مثلا 10 فيكتب لك اي محتوى نص زي كده بدل ما انت تقعد تعمل. في ماتيريال ايكون مهمه جدا، مثلا لو انت كتبت ملف دوت جي اس بيديك شكل الايقونه بتاعته، بيخلي لك الامور عندك يعني كويسه لحد ما. تمام، طيب، فدي كده اهم الاكستنشن اللي انا شغال بيها. بتدوس هنا عشان تفتح الفايل. في حاجه من الاثنين، يا اما بتعمل كلون ريبوزيتوري اللي هو لو انت هتجيب مشروع من على جيت هاب، طبعا دي هنبقى نعملها بس قدام شويه مش دلوقتي، يا اما لو انت بروجكت جديد عندك على الجهاز بتاعك بتختار اوبن. طبعا تحدد مسار معين عشان تحط فيه البروجكت بتاعك. طبعا في مسار معين اللي هو هعمل مثلا فيه وليكن فولدر جديد هسميه 01، او فيرست بروجكت مثلا او ايا كان بقى، ده الفولدر اللي هيبقى جواه المشروع بتاعي. طيب،
فهو هنا فتح لي جوه الفولدر اهو فيرست بروجكت في المسار بتاعي عشان انشئ بقى مشروع رياكت جديد. طبعا انت شفت في الكود بين المره اللي فاتت ان احنا عندنا جافا سكريبت وعندنا اتش تي ام ال ولازم ان احنا نضيف الرياكت والكلام ده كله. بتوع الرياكت عملوا لنا حاجه جميله جدا اسمها كرييت نيو رياكت اب. طيب ده طبعا الموقع الرسمي بتاعهم، في امر معين انت بتستخدمه في التيرمينال بتاعك، الامر ده بيخليك ينشئ لك مشروع رياكت جاهز ويجيب لك كل الحاجات اللي انت هتحتاجها بدل ما انت تقعد تعملها. الامر ده ان بي اكس، تمام، كرييت رياكت اب، وهنا تقول له اسم الابلكيشن بتاعك. طب تعال نجرب كده، هنا بتيجي تقول له تيرمينال نيو تيرمينال، او ممكن تستخدم طبعا السي ام دي اللي هو الكوماند برومبت، ولكن لازم يكون المسار بتاعك هو نفس مسار البروجكت ده. فانا بفضل دايما تستخدم التيرمينال بتاع الفيجوال كود. بتيجي هنا بتقول له ان بي اكس كرييت رياكت اب، وهنا مثلا بتقول له اسم البروجكت بتاعك. طبعا ما ينفعش يكون فيه مسافات وكده، تحط داش او اندر سكور. فمثلا هقول له فيرست تيست مثلا اهو. طبعا اول مره ممكن بيطول شويه، ليه بقى؟ لانه طبعا هو انشا لي فولدر باسم البروجكت بتاع، الفولدر جوه الفولدر الرئيسي، فطبعا دي عمليه الانشاء ممكن اول مره تاخد دقيقه دقيقتين. فهو هنا بيعمل انستول للباكج اللي انا محتاجها. تلاحظ ان هو بيعمل انستول للرياكت والرياكت دوم اللي هو احنا اصلا كنا جايبينهم هنا، بس هنا احنا مستخدمينهم اونلاين. يعني ايه؟ يعني مستخدمينهم عن طريق لينك، هنا هم بينزلوا عندي، يعني هم هنا بينزلوا جوه البروجكت بتاعي. تمام، طبعا هيخلصهم ويبدأ ينصب حاجات تانية، فانا هوقف الفيديو لحد ما يخلص وبعدين ارجع مرة تانية. طيب بعد ما خد حوالي دقيقتين لحد ما خلصت عملية التنصيب دي، فهو طبعا جاي لي هنا بيقول لي اعمل سي دي في التيرمينال، يعني اتوجه للفايل ده عشان اكون جوه. انا حاليا واقف فين؟ واقف جوه الفولدر بتاع فيرست بروجكت، انا عاوز اقف جوه الفولدر بتاع الفيرست تيست ده. فاجي اقول له سي دي، يعني هستخدم الامر اللي هو مديهولي فوق، اقول له فيرست تيست الاسم اللي انا مختاره بنفسي. فهو كده واقف جوه فين؟ جوه الفيرست تيست. هو بيقول لي استخدم الامر اللي اسمه ان بي ام ستارت. ليه؟ عشان اشغل البروجكت بتاعي، ان بي ام ستارت. تمام، وتدوس كده. طبعا عملية الستارت دي بتحصل أول مرة. احنا دلوقتي هنا بيقول لي ستارت ديفلوبمنت، عمل لي هنا على اللوكال هوست 3000 أول مرة. طبعا عملية الستارت برضو بتاخد شوية ثواني. طبعا ده البروجكت اللي هم عاملينه جاهز بيديهولنا. طبعا احنا هنفهم بقى الكلام ده كله معناه. طيب انا لما انا طالما اديته امر ستارت ده بيفضل شغال معايا السيرفر على طول مباشر. طب لو انا عاوز اوقف السيرفر في اي وقت ادوس كنترول سي من الكيبورد او كوماند سي من الماك، تمام، فاقول له يس، فكده السيرفر بتاعي وقف. تمام، لو جيت اعمل ريفرش زي كده هلاحظ ان مفيش، هيجيب لي ان الصفحه مش موجوده، كان الموقع بتاعي مش شغال. عاوز ارجع اشغله تاني بقول له نفس الكلام، ان بي ام ستارت هيشتغل معايا مره تانيه. تمام. طيب فاذا انا كل ما افتح بروجكت عندي سواء قديم او جديد وعاوز اشغله ادوس ان بي ام ستارت. طيب ده البروجكت بتاعي اللي هو انشا. خد بالك انا ما عملتش اي ملفات. طيب في حاجات كتيره قوي هنا دي هنعرفها بالتفصيل الممل. اولا بس مش عاوزك تتخض من الشكل او من الحاجات اللي هتشوفها. عندنا ملف اسمه او فولدر اسمه النود موديولز، طبعا ده بينزل، ده فيه الحاجات بتاع النود جي اس اللي هو بيحتاجها عشان يشغل نفسه. الملف ده بتكون مساحته كبيره واحنا ما بننقلوش، بمعنى الملف ده لما تيجي تنقل البروجكت ده ترفعه على الجيت مثلا او تديه لصاحبك على فلاشه ما بنحطش جواه النود موديولز، بنمسحه عشان مساحته كبيره. طيب لو انت جالك اي بروجكت رياكت وما فيهوش النود موديولز ممكن تنصبها. تيجي هنا تفتح تاني كوماند تاني تقول له اتاكد بس ان انت جوه الفيرست بروجكت، فهتيجي هنا تقول له سي دي فيرست بروجكت. تمام، طيب اسف، فيرست تيست مش فيرست بروجكت، ماشي. هتيجي هنا تقول له ان بي ام انستول بس كده. طبعا هتاخد منك تدوس ران وهتاخد منك دقيقتين او 3 دقايق هينزل لك الملفات دي، لان البروجكت بتاعك مش هيشتغل بدون الملفات دي. تمام، دي كده معلومه جانبيه هنحتاجها بعدين. طيب فقلنا ده كده النود ميدولز. ثاني حاجه ملف اسمه البابليك، طبعا كلمه بابليك معروفه ان هي عام. الملف ده بحط جواه اي حاجه او اي ملف انا عاوز اوصل له من اي حته داخل المشروع. طب اللي يهمني جوه ملف البابليك الاندكس دوت اتش تي ام ال. تمام، هتلاقي ملف اتش تي ام ال جواه حاجات كتيره قوي، انا مش عاوز ده كله، همسح
الكومنتات دي كلها، وكمان همسح الكومنتات دي كلها، هلاحظ ان ده ملف ال HTML الوحيد اللي موجود عندي في البروجكت. طب ملف ال HTML ده بيعادل ايه على كود بن؟ بيعادل ده اهو، هو ده كده تمام. هتلاحظ ان الملف الطويل العريض ده ما فيهوش غير ديف تمام واحد بس، فقط جوه البادي ما فيش غير ديف واحد بس وفاضي كمان تمام، واخد اي دي اسمه روت. طبعا ممكن تسميه اي اسم انت عاوزه. اللي فوق بقى عباره عن الميتا تاج وشويه حاجات، وده طبعا عنوان البروجكت بتاعي، ممكن اسميه فيرست تيست. فده كده الملف اللي يهمنا. طب انا بقى الموقع بتاعي كله على بعضه هيتعرض جوه الحته دي بالطريقه اللي انا وريتها لك. هنا بقى شويه صور وشويه حاجات مش مهمه بالنسبه لنا دلوقتي، ركز بقى معايا. ملف الاس ار سي ده اللي فيه ملفات او الملفات بتاعت المشروع كبرمجه كلها، هنفتحه دلوقتي. بعد كده عندي ملف اسمه دوت جيت اجنور، بحط فيه الحاجات اللي انا مش عاوزها تترفع. يعني ايه؟ لما اجي ارفع البروجكت بتاعي ده على الجيت هاب، انا في حاجات معينه مش عاوزها تترفع، زي مثلا النود موديولز دي، لان زي ما قلت مساحتها كبيره وهتاخد وقت، وفي شويه حاجات تانية زي الان اي في لوكال والحاجات دي كلها هنبقى نعرفها بعدين، انا مش عاوزها تترفع، فده خاص بالجيت هاب. في عندي ملف تاني اسمه باكج دوت جيسون، الملف ده باختصار شديد ده فيه الملفات او الديبندنسي اللي انا بعتمد عليها. معنى انا مثلا شغال بمكتبه الرياكت والرياكت دوم، فهو هنا كاتبهم لي، فكاتب لي وكاتب لي رقم الاصدار اللي انا شغال عليه تمام. اي مكتبات، في مكتبات تانية هنضيفها فيما بعد تشتغل هنا، فالمكتبات دي هتضاف برضه، هيتعمل فصل زي كده وتلاقي اضافت هنا، بس الكلام ده كله بيحصل اوتوماتيك. عندنا حاجه اسمها سكريبت، يعني لما اجي بقول له ان بي ام ستارت، لما بقول له ستارت هي دي ستارت، فبينفذ لي الكود ده، الكود ده بيخلي المشروع يرن. عندي حاجه تانية اسمها بيلد، البيلد دي بستخدمها ساعه لما اجي ارفع البروجكت بتاعي ديبلوي، دول اللي يهمونا دلوقتي هنا، بقيه الحاجات ما تهمناش دلوقتي يعني خالص. فطبعا الريدمي ده ملف تكست ممكن تمسحه ملوش اي فايده. طب نخش بقى على المهم اللي هو الاس ار سي اللي هو السورس فايل، هلاقي فيه حاجات كتيره قوي، فاحس ان انا دايخ وتايه والدنيا مش تمام. اللي يهمني فيهم دلوقتي طبعا الكلام ده كله ما تقلقش هندرسه بالتفصيل ممل، ده ملف الاب دوت جي اس، ملف الاب دوت جي اس بالظبط اللي هو في الحاله دي عندنا ده، ولكن مكتوب في حاجات كتير قوي انا مش فاهم حاجه. انا همسح ده كله اهو تمام، واكتب هلو فروم رياكت. طبعا مجرد ما انا بس هعدل، تعالى افتح البروجكت بتاعي بص اللي حصل. طبعا عاوزين بقى نقسم الشاشه نصين، نخلي ده في نص وده في نص عشان نقدر ان احنا اهو الاوت بوت بتاعي اهو. فانا مجرد ما انا كتبت اي حاجه هنا زي كده على طول، اول ما اعمل سيف هيتعمل هنا. طبعا بالمناسبه في حاجه جميله برضو اسمها اوتو سيف، يعني مجرد ما انت تخلص كتابه هو يعمل حفظ تلقائي لوحده، وطبعا بمجرد ما انت تعدل تعديل هيسمع هنا لوحده. طب ليه الكلام ده؟ عشان ان بي ام ستارت هو الامر ده بيعمل كده. طيب كده احنا رنينا اول بروجكت رياكت تمام على الفيجوال كود، ولكن طبعا مش فاهمين الكلام ده كله وحاسس بالعبكه ولخبطه. طبعا ما يهمكش، انا احنا بدانا الموضوع، بدانا ان الموضوع كان بسيط جدا عن طريق ده، طريق ال HTML وال CSS والكلام ده، هنعمل ده بنفس الطريقه دي ولكن واحده واحده. الدرس ده كان الهدف منه ان احنا ننصب المتطلبات بتاعت الرياكت، ان احنا نعمل بروجكت جديد تمام، ان احنا نرنه وان احنا نغير فيه. عندي ملف الاب دوت جي اس ده اللي بيحتوي على البروجكت كله، هخش جوه هلاحظ فانكشن بسيطه وبترن لي كود اتش تي ام ال او جي اس اكس، فبكتب جواه اي حاجه انا عاوزها. طبعا سيبك بقى من اللي فوق اللي تحت ده هندرسه بالتفصيل بعدين تمام. طيب اتمنى تكون فهمت الفكره دي، ولكن انا عارف ان في دماغك استفسارات كتير دلوقتي، ولكن ما تستعجلش، الدروس اللي جايه هتجاوب على كل استفساراتك.